انتصار جديد وثمين حققه فريق الكرة بنادي الزمالك مساء الثلاثاء على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني في لقاء الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، قاطعا خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بدرع الممتاز والإبقاء عليه للموسم الثاني على التوالي داخل أروقة ميت عقبة. ونجح الفارس الأبيض في مصالحة جماهيره عقب التعادل أمام فاركو بحصد النقاط الثلاثة لمباراته أمام الاتحاد السكندري عن جدارة واستحقاق. ويخوض الزمالك مباراة في الجولة المقبلة من عمر الدوري المصري الممتاز في 28 من إبريل الجاري أمام نظيره المصري بورسعيدي من أجل مواصلة نغمة الانتصارات وتعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة. وانفرد أحمد سيد زيزو جناح الزمالك الطائر بقمة جدول ترتيب هداف الدوري للموسم الجاري بعدما نجح في تسجيل هدف التقدم للفارس الأبيض في مباراة الأمس أمام زعيم الثغرة. واستطاع البرتغالي مانويل فيريرا من تحقيق انتصاره الثاني مع الزمالك في الدوري خلال ولايته الحالية خلال مباراة الاتحاد بعدما نجح في الاختبار المحلي الأول أمام بيراميدز في الجولة 13. الزمالك يسير بخطوات ثابتة نحو عناق الدوري للمرة 14 والاحتفاظ به للموسم الثاني على التوالي.